يكتب يكتب يكتب. انت اليوتيوبر صح؟ السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد، ولكن مقطع اليوم مقطع مختلف من العيار الثقيل. والله العظيم يا جماعة الخير، لي فترة كنت أبغى أسوي شيء قوي مرة، خاصة في مزاد المطفرين، والشيء هذا حرفيا يحتاج فلوس، يعني ما راح يصير إلا لما يكون معي فلوس مرة كثير. ولكن يعطيهم ألف عافية STC بلاي ما قصروا في هذا الموضوع. دامهم ما قصروا في الموضوع هذا، تلميحات مزاد المطفرين راح تكون داخل STC بلاي، ولكن بأسلوب مختلف يا جماعة الخير. ركزوا، لان ما ابغى الشخص اللي ما يتابعني يعرف السالفه، ابغى بس الشخص اللي يتابعني هو اللي ينتبه للموضوع هذا. راح ندخل تطبيق STC بلاي الحين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو هذا التطبيق. راح ندخل يا جماعه الخير ونكتب تلميحه. راح اكتب لهم تلميح المزاد مطفرين ولكن باسلوب مختلف. راح اكتب يا جماعه الخير ايش رايكم بنظاره ابل الجديده، ارسلناه داخل تطبيق STC بلاي. اي نعم يا جماعه الخير، اللي راح يكون معنا اليوم في سلسله مزاد مطفرين نظاره ابل الجديده. ما نزلت يا اسامه في السوق، ايش راح تسوي؟ وراح نخير الشخص اللي يفوز، يبغى 3500 دولار او نشتري له نظارة ابل في اول اصدار لها، وراح اعرضها بمبلغ رخيص مرة اللي هو 10 دولار. ادري المبلغ رخيص، والله العظيم ادري، عشان كذا قلت لكم كنت احتاج مبلغ قوي يساعدني اني اقدر اسوي هذا المقطع. نزلناها، وبرضه راح نعطي مساحة للناس اللي محملين تطبيق STC بلاي وقاعدين يتابعوني، راح نعطيهم مدة 12-13 ساعة، وبعدها راح ننزل الاعلان. اتمنى لكم التوفيق يا جماعة الخير. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. تطبيق STC بلاي هو اللي راح تكون فيه تسريبات مزاد المطفرين، وذي المره راح تكون مزاد المطفرين مو باللفل اللي احنا متعودين عليه، اللفل ذا المره قاعد يرقى رتم صعب. اذا انت ما تتابعني داخل التطبيق راح الان وانزل للرابط، تابع حسابي في STC بلاي. طيب يا جماعه الخير، قبل ما نبدا في مقطع اليوم، اعلان اليوم راح يكون عن تطبيق STC بلاي، منصه كل اللاعبين، تقدم لك كل شيء تحتاجه وتقدر تسوي اللي تبغاه. شارك ورد وتابع الناس اللي تحبهم، وقابل الجيمرز اللي زيك، ومتجر خرافي فيه كل احتياجاتك من أجهزة وبطاقات شحن، حبات ومسابقات خرافية كل أسبوع للمتفاعلين داخل المنصة. وزيادة على كذا، تخيل حبيبي وعزيزي المتابع، أسبوعيا في سحب على سماعة هايبر إكس، والسحب هذا ممتد لنهاية السنة، ما وقفنا عند كذا، وسحب أسبوعي وشهري على أجهزة متنوعة وإكسسوارات وألعاب مخصصة للناس اللي يجمعون نقاط بشكل يومي داخل المنصة. تفاعل وتابع الناس وانشر المحتوى اللي موجود عندك عشان تقدر تدخل السحب وتزيد نقاطك. ما خلصنا عند هنا يا جماعة الخير، عاد إذا أنت لعيب وفنان مضبطينك ببطولات رهيبة وجوائز كبيرة كل فترة. إذا تبي تدلع نفسك برضو وحاب تشتري جهاز، تطبيق STC بلاي يوفر لك إياه، برضو يوفر لك الأجهزة هذه عن طريق تابي، تقدر تأخذ الجهاز اللي تبيه وتقصده بكل سهولة عن طريق تابي. ولا تنسون يا جماعة الخير قسم استكشف، اللي من خلاله تقدر تشارك آرائك وخبراتك أو لقطات من ألعابك. تابع مشاركات المهتمين بعالم الألعاب وإنجازاتهم، وتلقى فيه محتوى حصري لأكبر الجيمرز الموجودين في الشرق الأوسط. هذا غير التحديثات والميزات الكثيرة اللي دائما يطورونها وينزلونها للمستخدمين. اكتشف أكثر وسجل الآن حبيبي وعزيزي المتابع. تقدر تسجل في التطبيق بكل سهولة عن طريق جوجل أو تويتر أو فيسبوك أو حتى إيميلك. التسجيل سهل ومجاني. لا تنسون تتابعوني على حسابي في STC بلاي، راح يكون فيه تسريبات المزاد المطفرين القادم. رابط التحميل موجود تحت في الديسكريبشن، ونكمل المقطع. طيب السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعه الخير. بعد مرور ما يقارب ممكن 24 ساعه من يوم ما نزلنا تغريده داخل STC بلاي، في ناس تواصلوا معي كثير وكنت اتواصل معهم من داخل التطبيق، ولكن تعالوا نرجع لتطبيق STC بلاي. اول تعليق واحد كاتب الله يرزقني اياها ادعوا لي. تطبيق STC بلاي كاتب لي تغريده، السعر يخليك تنسى ميزاتها، غاليه بزياده، غير مفيدة مقارنة بالميزات والقيمة. والله من ناحية السعري والله يخليك تنسى ميزاتها. واحد كاتب بصراحة لو بلاش ماش أساسا أصدع من هالأشياء، مو بالسعر بس. صدقني أنا للسعر. وفي شخص يا جماعة الخير تواصل معي، ولكن مشكلة الشخص هذا أتوقع أنه غير عربي، لأنه في أول رسالة كاتب لي هاي، كاتب لي الكلام هذا. راح نبدأ نتواصل معاه ونشوف ايش عنده. يقول لي هل أنت عارض نظارة أبل؟ أبل جلاسس، جلاسس نظارة. أكتب له يس، نختبر الإنجليزي عندي هو كويس ولا لا. زود على كذا يا جماعة الخير، يعني هذا شيء ضروري لازم نجهز المترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاو ماتش؟ أكتب له، يقول لي كم السعر؟ راح أقول له 10 دولار. أتوقع أنها تكون باليسار، دائما السعر يكون باليسار كذا. بكتب له واي، حط له استفهام من جديد. شيء ما تعرفه طق استفهام من جديد. الله يعين مترجم جوجل علي اليوم. ها يقول انها مصنوعه في الصين. اخ لا يسمعونك الصين، انا بكون معاه شوي يعني. نو ابل وين مصنوع؟
تقابل في الصين برضه. نشوف اتاكد من الكلمه. لول هذه اعرفها انا، ضحكه لول عارفها انها مصنوعه من الصين ام ماذا؟ يسولف حتى هو شكله يسولف مترجم، شكله مو اجنبي. قول له هل تريدها؟ يو وانت تو باي؟ راح اجيب صوره للسماعه ثاني، النظاره صور قاعد يرسل لي. لا مو هذه. اخ كيف ارسل له صوره للنظاره؟ اقول له مثل هذه. مشكله اتوهق انا والله العظيم مع الانجليزي. ار يو سي، يعني اتوقع انه يقول من جدك انت بعشرة. طيب يا جماعه الخير، يقول لي هل انت متاكد؟ اتوقع انه يقول لي هل انت متاكد؟ اي والله هل انت متاكد؟ يس. راح اكتب له بالعربي يس. خلني احذفها من الجوال، من الجوال قبل ما يشوفها. تكفى تكفى قبل ما تشوفها. تفتدى الجميع الحمد لله. طيب برسل له صوره النظاره الحين. النظاره انا كنت جايبها من ابل من جوجل، ارسل لها كذا تمام، بس خليها جاهزه لانه بيقول لي وين صوره النظاره. بقول له انت وين تعيش؟ وير ار يو فروم. خلني اسال يا جماعه الخير، شو مي ذا بوكس، ورني البوكس حقها اند ورني النظاره. اتوقع انه يقصد كذا صح، انه توريني البوكس حقها، وريني العلبه و اوكي. ايه يقصد اتوقع ان النظاره، ورني اياها. انا تو كنت مصورها، ثواني اروح اجيبها. ومشكلته يبي يصدق يصدق، يبي ما يصدق بكيفه، ولكن اللي علي اني وش اسوي؟ اجيب له ذا الصوره كذا تمام، واروح احطها له وارسلها له. اصلا النظاره باقي ما نزلت، كيف يقول لي عطني بوكسها؟ طبعا يا جماعه الخير قلت انا بدايه المقطع النظاره ما نزلت، راح نعطيه 3500 دولار للشخص اللي يبغى يشتري نظاره، واول ما تنزل نظاره يشتريها هو. نعم سكايمر، سكايمر حرام يتوقع. يلا راحت عليكم، ما تعرفون مزاد مطفرين فعاد مشكلتكم والله مو مشكلتي. الو نو نو، اجيب له صوره الثمنيل. تصدقون نجيب له صوره الثمنيل؟ طبعا الثمنيل يصلح قبل التصوير يا جماعه الخير. اجنبي ما راح يعرف وجهي. بس دقيقه خلني اشوف هو من وين اول شيء. اي والقف يبغى يعطيني شو اسمه، يبلغ علي في اي باي. طيب ما في مشكله، قبل ما تبلغ علي بقول له انت من وين، اللي هي وير ار يو فروم، انت من اي مدينه، انت من اي مدينه. لا 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 تريد مقابلتي؟ اقول له تريد مقابلتي؟ تريد مقابلتي لنعمل، تريد مقابلتي لكي تشتري مني نظاره. يا رب يفهم جوجل. يا رب يفهم، يا رب يفهم، يا رب الكلام يكون صح. صح والله ذا بلكني ولا ايش؟ لا ما جنبي، خلني اعطيه ذي، اعطي الصوره ذي، الصوره ذي ايش رايكم؟ بقول بقول هذا وجهي بالنظاره. هذا وجهي بالنظارة. This my face. اوكي نحط له كذا. لما الحين صامل سكايمر، خلينا نشوف ذا الكلمة وش هي. كيف تبيعها وما زالت غير موجودة في المتجر؟ اوكي انا ابيع النظارة بنظام الشراء المسبق صح؟ يا رب نفهم هذا. والله ارسلت له صورة وجهي واضحة يا عيال، اذا ما صدق بصور له وجهي مرة ثانية بالجوال من هنا. بقول له النظارة في المنزل، انا في المكتب. النظارة في المنزل، انا قايل له بيع مسبق. بقول انا شريتها بيع مسبق، ايش رايكم؟ نشوف قراها. اقراها ما اقراها، دقيقة. صح واحد، صح واحد، صح واحد عيال. نستغل الثغرة ذي ثواني، نستغل الثغرة ذي. نقول له النظارة في المنزل، انا في المكتب. اقول لا يكون صح الواحد بلوك معناها ثاني، لكن صح الواحد بلوك ها؟ والله ممكن، اي والله انه بلوك يا الربع. يلا حصل خير، اصلا ما ابيع على جانا. طيب ننتظر الشخص الثاني يا جماعه الخير. طيب يا جماعه الخير، هذا الشخص انا تواصلت معاه من داخل التطبيق، اخذت رقمه من العصر وقاعد امشي عليهم بالترتيب، وفي شخصين زياده فوقه، راح امشي عليهم بالترتيب واتواصل معهم. الشخص الاول هذا كتبت له الله يسلمكم قبل ممكن دقيقه او دقيقه ونص، كتبت له السلام عليكم انا صاحب النظاره تفضل. طبعا الماركه الكويتيه اللي ما تختلف ابدا، حاط يا جماعه الخير كيو 8 كويت من الكويت، وزياده عليها الرقم كويتي. بكتب له موجود اخوي، بغيتها، بغيت النظارة. والله الرجال واضح انه محترم، واضح لان اسلوبه محترم معاي. عليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك الله. يا شيخ هذا عربي على الاقل نفهم عليه. النظارة موجودة، نظارة موجودة، كم سعرها؟ 10 دولار، 37 ريال، 37 ريال. شفتها باليوتيوب والله عجبتني وقاعد ادور عليها وما حصلت غير اعلانك للحين. اي نعم اخوي. النظارة اقول له باقي ما نزلت، باقي ما نزلت. لا لا خلني ساكت. كم دينار؟ طيب واضح كويتي، كيو 8 رقم كويتي. كم دينار؟ 8 ريال فيها 100 ريال، 4 دينار نقول. لا نقول 3 دينار فاصلة 500 فلس. طبعا اتوقع ال 500 فيها 8 دينار، ال 500 ريال فيها 100 ريال فيها 8 دينار، عفوا 100 ريال فيها 8 دينار، 3 دينار ونص. انا شاري النظارة ولا الغلاف؟ يعتقد انه يشتري شاري الجراب. لا لا اخوي النظارة. والله يا كذا برا طلبت شغلة احسبها هي. استغفر الله خاف، انا والله كنت بتهزف واحد من العيال. شاري مكينة الحام، اخر شيء راسلي له صورة. متأكد تبي تتصل لي؟ تتصل لي، خلنا ناخذ اتصال. تبي تتصل لي افضل؟ تبي تتصل لي افضل؟ انت مستوعب السعر ولا شكلك غلطان؟ لا 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 البيع مستعجل، البيع
مستعجل اعرف سعرها، بقول اعرف سعرها 3500 دولار امس مطلعينها، سعرها 3500 دولار. لا 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 كذا، لا لا كذا، لا خل خل لا لا خله كذا، خله كذا، خاف اقول له يا جماعه خير كذا وياخذ نظره بشكل ثاني، يقول هذا كني يقول لعب عليك لعب عليك، بس انا محتاج مستعجل تسرقني ولا ايش عشان اعرف الموضوع. الله الكويتيين اقسم بالله يا جماعه الخير تحف، مستحيل يسولفون بدون ذبات، مستحيل. لا لا اخوي احسن الظن، لا اخوي احسن الظن فيني، والله ببيع. لا ما راح اقول والله ببيع لانه ما ادري، انا بعطيك فلوس انا وانت اشترها بعدين اذا نزلت، اذا تبي فلوس بعطيك، بس عيب تسرق. لا اخوي لا اخوي والله كبير ذا الدرجه يعني، دقن رجع جوالك حق بابا، قايل لك كويتيين والله كويتيين يا جماعه الخير، مستحيل اي سالفه، انا رحت الكويت مستحيل يسولف. عارف اخوياي عارفه زين، رجع جوالك البابا، لا تروح عليك، بقول له لا تروح عليك، تراها لقطه، لا تروح عليك، تراها لقطه لقطه، لو يداري اصلا ولا اعطيتك رقمي يا حبيبي الله يسلمك، مفروض تنقرضون من العالم. لا اخوي اخوي لا والله ما ادري وش يحببكم بفلوس الحرام، الله يبعدنا عنها الله يبعدنا، بس والله ظلمتني، والله والله ظلمتني، ويحق لي يظلمني امسامحك، والله يحق لي يظلمني، قاعد تراجع نفسي صدق يحق لي يظلمني، قصدك انا لقطة لك؟ لا لا أخوي لا أخوي حشا حشا لا تروح عليك حشا، بس بس والله أني أبي لك الخير، بس والله بحلف لك أبي لك الخير. مواصفات أما لا تقول بلوك، ليه الناس صارت معد تتحمل؟ والله من بعد كورونا يا جماعة الخير الناس صدق معد صارت تتحمل، ليه حرام يا أخي؟ بس الدقائق بسولف وش تايم حق مقطع حرام، والله بكيفك، والله أنت الخسران قسم بالله العظيم أنه الخسران. يلا نخلي نريح أبو ساعة ساعتين ونرجع نكلم يا جماعة الخير البقية، أو ممكن أرجع بعد شوية كما أكلمهم، ولكن أحس أحتاج راح حرفيا. طيب يا جماعة الخير مرحبا ومسهلا، هذا شخص أرسلت له يمكن قبل 5-6 دقائق، رد عليه يا جماعة الخير عليكم السلام كم سعرها؟ أهلا وسهلا حياك الله، سعرها 10 دولار. أحسه شوفوا شوفوا ركزوا معي، خليني بقول لكم وش صار. جماعة الخير في أشياء ما أقدر أنزلها، يعني في الساعة أو الساعتين هذه اللي بين المكالمات كلمت ناس، يعني أحس المحادثات ما لها داعي تنزل. ليه ما لها داعي تنزل؟ جماعة الخير فيها شوي سب وفيها قذف وما حبيت شيء هذا يكون داخل المقطع، فما اقدر انزلها، والله لو ما فيها قذف اقسم بالله العظيم لا انزلها، ولكن فيها اشياء كثيره مره مره غير القذف غير الدخول في كل شيء، دخلوا مو في شرف الاهل شرف جداني. 37 ريال حياك الله. طبعا الرقم هذا خليجي، بكتب من معي، تبيها مستعجل؟ اقول له تبيها مستعجل، حرفيا والله طول المقطع ذا وانا قاعد اصوره. اصليه هي؟ اي نعم اي نعم اصليه وجديده. طفشت من الثوب والله العظيم اني طفشت، والله بخاطري اشتريها بس اخاف تسرقني. لا اخوي تقدر تتصل لي، ابغى اتصال في المقطع هذا واكلم كذا انت ما انت واثق. ليش سعرها 37 ريال؟ بغيت اكتب لانه مزاد مطفرين، لاني ابي ابيعها بهذا السعر. اكتب له التحويل بنك، تحويل بنك. بدا يشك يا عيال، يكتب بدي يشك. لا لا تكفى، لا الباقي قهوة باردة، احلف ما تسرقني. لا بدون ما احلف صدق ماني سارقك، سارق علي عيال الكلمة لا حد دقك. اذا تبيها ابد حول وتجيك وتجيك يمه، تجيبك تجيبك. معليش كيبورد دي كله انجليزي، وينه كيبورد كله انجليزي، فحافظ الكيبورد حفظ بعض الكلمات يعني. يلا تكفى، وش اسمك؟ خلني اسال وش اسمك، تعرف عليه يا ويلي، عسى ما تجي ذيك الزبده. تكفور الزبده المعروفه، وش تبي باسمي انت؟ تزوجني يا رب ما يسويها، يا رب ما يسويها. خالد؟ لا والله نعم يا خالد، نعم ابو خلود. تمام خالد من وين؟ خليني اقول له من وين. قطر، والله اني داري. مرحبا ومسهلا بالشيخ، يا مرحبتين، وان شاء الله اني جاي قطر قريب. يا مرحبتين، اي والله ودي اروح قطر، يقولون بعد كاس العالم صايره جباره. حياك اخوي، بقول انا من السعوديه، انا من السعوديه. تبي اشحنها؟ كم عمرك؟ احس عمره احس 21. طيب كيف تجيبها لي؟ اشحنها بس عندك تحويل، عندك تحويل أما 15. مرحبا، أشحنها بس عندك تحويل بنك، أشحنها بس عندك تحويل بنك، تحول لي بقطر. كيف يحولون؟ تحول لي يا رب يا رب، بكلم الوالدة تحولها لك. تمام ما في مشكلة، تحول لي الآن ولا متى؟ دولي تتأخر الحوالة. طيب يا عيال قطر كيف أخذها منه لو صدقي بغي يشتريها؟ اي والله بتتأخر الحوالة، برسل لي معلوماتك. طيب برسلها أنا، ولكن ما أدري وين بطاقة البنك، بس أمانة ما تسرقني. والله ما أسرقك، والله صامل هذا ما أسرقك، والله ما أسرقك. ذكر عندي بطاقة بنك، وينها؟ اللي فيها المعلومات، والله ما أدري وين راحت. ما عندك؟ يعني حلفت ليه يا الله؟ والله توني ألاحظ. ما عليك، موثوق موثوق، قريبة ما شك في السعر. اي صح قال فوق. يا جماعة الخير كيف تحويل قطر؟ بيقعد يوم قطر ولا بتطول؟ لكن برضو من نصيبه يعني. طيب أخوي رسل له معلوماتي، بيشوف أسامة.
برضو ايش رايكم اطلب منه؟ بقول عندك، بقول لعيال عندك ستور. ليه؟ ما ابغى اشوف معلومات اسامه. ستور داي والله ما ادري، بلشت معاه هذا والله حسفت، اخاف في شك زياده. لا ما عنده. طيب خلاص، طيب خلاص، حواله بنكيه بس توصلني، توصلني ارسلها، ارسلها لك. بعطيه معلومات يا جماعه الخير، ممنتج قفل المعلومات هذه، ارسلتها له يا جماعه الخير. والاسم هذا الانما، الانما بنك. في رقم في الحوالة الدولية لازم اجيبه، اسم الحوالة الدولية. جبنا الرقم اللي هو سوفت كود حق الارسال. انتظرك اول ما تحول، ما تحول لي اللي يقدر يعطيني الاتصال صح؟ طيب يا جماعة الخير ننتظر، هل هو بيحول ولا نروح للشخص اللي بعده؟ طيب يا جماعة الخير والله العظيم اني نسيت، طلعت ورحت ورجعت ونمت وصحيت الا الرجال هذا ارسل لي من جديد، كتب لي انت فيوار، اخوي يقول انت فيوار، اخوي حول لك الفلوس، اكتب له اهلا وسهلا. الرسالة هذه قبل 8 دقائق. اهلا وسهلا يا خميس وكين، تعرفون واحد نعيم يا جماعة الخير، نعيم اهلا وسهلا. اقول من فيوار، من فيوار، بسوي نفسي مجنون معه. يا ويلي انا كنت خايف من الاسم قبل، والله اني كنت خايف. يكتب يكتب يكتب، انت اليوتيوبر صح؟ وش يوتيوبر؟ بسوي نفسي مجنون. اخوي تبيها ولا لا؟ اخوي تبيها ولا لان صدق لازم اليوم الليله اكمل. اخوي تبيها ولا لاني، لان في ناس كلموني يبونها. اخوي يوم اعطيته اسمك قال هذا يوتيوبر. كيف يوتيوبر؟ اخوي حول لك والله. الله، طيب ما وصلتني لانها حواله دوليه. امنتك بالله؟ لا. طيب الايصال، انا اقول الايصال نصور فيديو. والله هذا حرفيا اخوه قال لك كل شيء شكله. طيب الايصال والله ارسل لك. يلا نصدقه، نصدقه ما نصدقه. ماني براسلها له، شوفوا يا جماعه خير، ماني براسلها له الا لما توصلني الفلوس على حسابي، وراح اقول لكم هذه الاشياء ذي راح تصير في السناب. اذا ما حولها راح يكون فيها جيف اواي داخل تطبيق استسي بلاي. اذا حولها الله يبارك له، اللي يجي واقول له يعطيني والله، بس والله حول لك يقول ما هو بالبيت. اوكي طيب خلونا نتفق اتفاق. اليوم خميس، اتوقع الحواله الدوليه في ايام لوكند ما ادري شغالين او مو شغالين. المهم راح اعلمكم كل شيء يا في السناب يا في داخل تطبيق اس تي سي بلاي. اذا ما حولها راح اسوي عليها جيف اواي داخل تطبيق اس تي سي بلاي. ما راح اقول اني فيوار الان عشان ما يتحمس وروح احولها الان. تمام اخوي، اول ما توصل والله يمكن احولها. طيب والله لا اقول لا انا فيوار، انت اليوتيوبر لا صامل. اي اخوي لا 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 والله العين انا طحت مشكله. اقول له ولا ما اقول له؟ اقول له يمكن ما حولها، يروح يحولها الان. الشيء الثاني انه هو في قطر، الحواله بتكون دوليه. شلون؟ والله ما ادري، توترت. خلاص الله يحير مسلم. طيب يا جماعه خير شو اسوي؟ طيب ركزوا معي، ركزوا معي، ركزوا معي، راح نلعبها على رتم شوي صعب. اخوي اتوقع انك تستهبل، تستهبل، ما راح اقول انه فيوار. تمام، بوصل اخر مرحله معه، اذا هو صادق يمكن يدعي علي، يمكن والله لا يوفقك، يمكن 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 اشياء كثيره. حولت الفلوس او لا؟ هنا تيجي مرحلة التحقيق. اخوي اتوقع انك تستهبل، حولت فلوس. اي حول لك اخوي. تمام، احتاج ايصال عشان افتك. ايصال، الله لا يحير مسلم. طيب تدري ايش بسوي؟ بسوي عجلة الحظ وبشروا بالعوض اللي داخل تطبيق استسي بلاي، راح اسوي فيه جيف اواي في الايام الجايه. هو برا البيت، اذا رجع بقول له يعطيني الايصال واصور لك. شوفوا بنسبة 70% انه صحيح وضعه. تمام، ولكن ايش راح اسوي؟ راح احط دوامة الحظ يا جماعة الخير. احط ايه؟ اقول له، اقول له الثانية لا ما اقول له. نشوف عجلة الحظ ايش بيطلع فيها. ثنتين، اقوله ولا ما اقوله؟ نبدا الان. لا ما اقول له. اوكي اوكي اوكي، اي اقول له. تمام ما في مشكلة، خلنا نبارك له. خلاص والله يستاهلها، والله والله يستاهلها يا جماعة الخير، يستاهلها. مرحبا ومسهلا اخوي، كيف حالك؟ طيب. اي نعم انا في وار، فزت معاي نظارة ايفون الجديدة بسعر 3500 دولار. ولكن وش راح تكون الطريقة؟ احتفظ بالفيديو هذا، ترى الفيديو هذا خاص فيه. تمام تمام، راح يكون الله يسلمك اعطيك 3500 دولار بدال النظارة، لان النظارة باقي ما نزلت، اول ما تنزل تشتريها ب 3500 دولار. اتمنى لك التوفيق يا حبيبنا، وانتظرتك يوم كامل، يوم كامل تستاهل يا شيخ. مع السلامة. طيب يا جماعة الخير، ارسلت له فيديو. انتظر ردة فعله، يستاهل والله، بس حتين ردة فعله يا عيال. اكتب له تمام. قاعد يكتب يكتب يكتب، والله اخوي قال لي. الله والله احس يومه الحين مو بينصنع، صناعة ما بعدها صناعة. والله اني احبك واتابعك المقاطعك اشوفه يا حبيبي، انا متأكد انه ما يجوني. يا حبيب قلبي انت. الله يسعدك يا رب. اي شخص قابله في الشارع انا يتابع كل مقاطعي. والله شكرا، العفو يا حبيبي، العفو يا حبيبي. اتمنى لك توفيق. عايد ارسل المقطع حق خوياي. لا المقطع ده خاص فيك. لا المقطع خاص.
والله مستانس والله اني عارف. لا المقطع خاص فيك، اذا اخذ فلوسك نزل ارسله. الله يسعدك فرح علم امي، الله يحفظكم يحفظ امهاتكم يا رب، ويرحم موتاكم يا رب العباد. بالتوفيق. انا بطلع يا جماعه الخير. وصلنا لهنا نهايه مقطع اليوم، وصلنا لهنا نهايه مقطع اليوم يا جماعه الخير. في هذا الخميس اسعدنا شخص جديد، واتمنى اني اتم في اسعادكم. شكرا تطبيق STC بلاي، شكرا لكل مشاهد قاعد يشوفني الان. اذا انت ما حملت تطبيق STC بلاي انزل تحت وحمله من الرابط اللي تحت، وتابعني في حسابي. ليه اسامه قاعد يقول الكلام هذا؟ عشان تستمر سلسله مزاد المطفرين باقوى صوره. اشوفكم في امان الله يا جماعه الخير. السلام عليكم.